تديرك، خلي الاحداث تديرك، ده مهم جدا النهارده ان شاء الرحمن يبقى فيه باذن الله تعالى نتيجه كويسه ونقدر ان احنا نعدي بشكل كويس جدا. هنتابعكم طبعا من خلال المباراه الثانيه اللي هي نهائي دوري او نهائي افريقيا لكره اليد ما بين الاهلي والزمالك، بالتاكيد الساعه 7:30 هتبدا اللقاء، فهنتابعها باذن الله لان هي مهمه جدا وان شاء الله الرحمن يبقى احتفاليه كويسه جدا للنادي الاهلي سواء كان على مستوى كره اليد او على مستوى كره القدم. طب هبدا معاكم بسرعه كده عشان ما فيش وقت النهارده كتير للمباراه، خلينا نقول ونذكر بمباريات الاهلي او بطولات الاهلي العربيه اللي بداها الاهلي سنه 95 بالبطوله العربيه للانديه ابطال الكؤوس، ودي كانت في مارس 95 قدر الاهلي يحصلها، كان يحصل عليها كانت هنا في القاهره، وبعدين البطوله العربيه للانديه ابطال الدوري الاولى ابطال الكؤوس 95 والثانيه 96 ابطال الدوري. في كاس السوبر العربي كان في مارس 97 ده كان في المغرب على فكره، وكاس السوبر العربي في ابريل 98 ده كان في تونس مع الافريقي التونسي، وكان الافريقي التونسي وقتها يعني ما ادراك ما الافريقي التونسي. عندك كمان نتائج الاهلي في البطولات العربيه، الاهلي لعب 53 مباراه فاز في 31 وتعادل في 14 واتغلب في 8، الاهداف له 103 هدف وعليه 41 هدف. الهدافين ما زال كشري بيتصدر المشهد، احمد عبد المنعم المدير الفني الكفء طبعا لفرقه الترسانه ب 13 هدف، هادي خشبه 8 اهداف، حسام حسن 7 اهداف، وليد صلاح الدين 7 اهداف، علي ماهر 7 اهداف، احمد فيليكس 5 اهداف، وعادل عبد الرحمن 5 اهداف. نتائج مواجهات الاهلي مع انديه الامارات بشكل عام، 95 لعب الاهلي مع النصر 3-1 للاهلي، 2017 السنه اللي فاتت في البطوله العربيه المجمعه اللي اقيمت هنا في القاهره لعب الاهلي مع الوحده 2-0، كانت الاهداف لو تتذكروا كان عمرو بركات احرز الهدف الاول وكان اسلام محارب في اول اهدافه مع النادي الاهلي كان احرز الهدف الثاني. لعب مباراتين فاز في مباراتين تعادل 0 خساره 0، والاهداف زي ما قلت لحضراتكم 5 اهداف وعليه هدف. نادي الوصل الاماراتي يعني اتاسس سنه 1960 باسم نادي الزمالك، عام 73 تم تغييره اسم النادي الى نادي الوصل، رئيس النادي الشيخ احمد بن راشد آل مكتوم. بطولاته 7 بطولات على المستوى المحلي، بطوله الدوري وكاس رئيس دوله الامارات مره، وكاس الاتحاد الاماراتي مره، وكاس انديه الخليج مره. نتائج الوصل الاماراتي في دوري الخليج العربي الاماراتي اللي هو اسم الدوري عندهم هناك، يعني زي ما احنا هنا مثلا بندي لقب للدوري او اسم للدوري، هم مسمين هناك الدوري الاماراتي باسم دوري الخليج العربي الاماراتي. لعب 7 مباريات، فاز في 2 تعادل في 1 هزيمه 4، الاهداف له 11 وعليه 14، الترتيب العاشر كايو اللاعب البرازيلي هو هداف فريق برصيد 3 اهداف. ازاي الوصل الاماراتي بيسجل اهدافه او معظم اهدافه ال11 في دوري الخليج العربي؟ جت عن طريق الاتي: تسديدات 36% من اهدافه كانت عباره عن تسديدات ضربات ثابته، واللي شرحناها امبارح كانت عباره عن 27%، وضربه جزاء 18%، وتمرير طولي في العمق كان 9%. يعني تسديدات 4 اهداف وضربات ثابته 3 اهداف وضربتين جزاء وتمريره طوليه واحده جاء منها هدف، دي حصيله الوصل الاماراتي في الدوري الاماراتي. ازاي بيستقبل الاهداف برضو شرحناها امبارح بس بناكد عليها، هو دخل مرمى حوالي 13 او 14 هدف، كرات عرضيه منها 42% وكرات طوليه خلف الظهير الايسر تحديدا 28%، تسديد من مسافات 14%، هجمه مرتده من خلف الظهيرين 7% وضربه جزاء 7%. أرقام الثلاثي البرازيلي اللي هو فابيو دي ليما وكايو ودي ليما الثالث، ثلاثة برازيليين، السن فابيو دي ليما 25 سنة وكايو 28 ودي ليما 22، رقم الفانيلا لفابيو دي ليما 10 و7 لكايو و8 لدي ليما. خلينا أقول لكم بقى أرقام كل واحد فيهم، فابيو المركز طبعا بيلعب جناح ايمن صانع لعب، لعب هذا الموسم 5 مباريات، دقائق اللعب 380، صنع اهداف ما فيش، تسجيل اهداف 2. كايو لعب الراجل 7 مباريات، هو مهاجم، عدد الدقائق 630 دقيقه، صنع اهداف 1 وجاب اهداف 3. دي ليما الراجل لعب، هو جناح ايسر، لعب 6 مباريات 527 دقيقه، عدد اللعب بتاعه صنع اهداف 4 وجاب جول 1.
كايو اللاعب الخطير بتاعهم، المهاجم بتاعهم، ارقامه بشكل عام في اخر 3 سنين، هو عنده 28 سنه، لعب في موسم 2016 2017 24 مباراه، جاب 14، يعني بيعرف يجيب اهداف بشكل كويس. يعني انت بتتكلم في كل متوسط، يعني مثلا هدف وربع كل مباراه، او اسف كل مباراتين بيجيب هدف الا شويه صغيرين كل مباراتين. موسم 2017 2018 لعب 19 مباراه جاب 14 برضو. موسم 2018 2019 لعب 7 مباريات جاب 3 اهداف. التشكيله المتوقعه لفرقه الوصل الاماراتي لحد ما جينا التشكيله الاساسيه والرئيسيه، تشكيله الوصل الاماراتي بيلعب 4-3-3، يوسف عبد الله وسالم جمعه وبات سوك اللي هو اللاعب الكوري وعبد الرحمن علي وهزاع سالم، ده الرباعي الخلفي، محمد سرور وعلي البوشي وخميس اسماعيل، علي البلوشي وخميس اسماعيل، دول الاثنين في منتخب الامارات، وكايو راس حربه صريح، وتحتيه بيلعب دي ليما وفابيو ليما. النتائج مش عايز اقولها كتير لان نتائج كتير جدا، لكن النتائج كلها هتتعرض على حضراتكم على الشاشه. النتائج بتاعت بطوله كاس زايد للانديه الابطال من ساعه ما اتلعبت لحد دلوقتي، من ادوار حتى تمهيديه وادوار ال 16، لكن يعني اتلعب امبارح مثلا الاتحاد السكندري مع او دي من البدايه خالص، ماشي اوكي، خلينا ناخدها كده بشكل سريع عشان نبقى انتوا عارفين البدايات مشت ازاي والانديه وصلت لحد دلوقتي ازاي. كان وفاء الصيف يعني صعد على حساب العين الاماراتي، والمريخ السوداني صعد على حساب الجيش السوري، ووفاق الصيف يعني خلاص احنا قلنا بقى ان هو صعد على حساب العين الاماراتي. اتحاد الجزائر كان صعد على حساب القوى الجويه او القوى الجويه لان النفط العراقي هو اللي لعب بالهلال، والاتحاد كان صعد على حساب الترجي. مولودية وهران الجزائري كان صعد على حساب الرفاع البحريني، والنفط العراقي كان صعد على حساب النادي الصفاقسي التونسي اللي هو متصدر الدوري التونسي، خلي بالكم، او كان متصدر بقى بعد نتيجه النهارده، مش عارف ايه اللي هيحصل يعني. الكويتي الكويتي كان صعد بقى على حساب او الاسماعيلي صعد على حساب الكويتي الكويتي، وكان النصر السعودي مع الجزيره الاماراتي، والاهلي المصري كان صعد طبعا على حساب النجمه اللبناني. الاهلي هيلعب النهارده بزي المعتاد الاحمر، والوصل هيلعب بزي المعتاد الاصفر، يعني ده كان زي معتاد عادي مفيش مشكله في كله. اوكي، امبارح كان في مباراتين، مباراه مصريه خالصه طبعا جمعت ما بين الزمالك والاتحاد السكندري، وفي برج العرب، وقدر الزمالك يتفوق عن طريق كاسونجو بهدف، والوداد تعادل مع النجم الساحلي في المغرب، كل دي في مباراه عوده يعني. لكن طبعا يعني المباريات متباعده ليه؟ لان في ناس مشاركه في البطوله الافريقيه زي الاهلي ولا حاجه، وفي ناس مشاركه في البطولات الاسيويه يعني. دي نتائج دور ال 16، اتلعب منها امبارح بس الاتحاد والزمالك، وقدر الزمالك يكسب 1-0، والوداد المغربي مع النجم الساحلي 0-0، المباراه كانت في المغرب. اوكي، بص شويه اخبار سريعه، لكن خليني اقول لكم خبر وقفت عنده النهارده، وكان من الحاجات المهمه جدا في مشوار النجوم او المدربين والناس اللي بتفهم كوره، سيبكم الناس اللي هي بتهجص يعني والناس